ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المشهد العظيم، لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور، لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم. تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات، يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا، وتبدو على وجهه معالم السكرات، وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات. إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر، إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا، إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله، إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله. يناديه رباه رباه ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدنو فيها رسول الله، أعني ملك الموت لكي ينادي، فيا ليت شعري هل ينادى نداء النعيم أو نداء الجحيم، ألا ليت شعري هل يقال يا أيتها النفس المطمئنة فارجعي إلى ربك.
Thank you.